لو انت عايش على قدك وبتفكر تعمل مشروع من العدم، عليك وعلى البنك. لو بتفكر تاخد من البنك مبلغ وقدره علشان تشتري حاجة، عربية، شقة، محل، يبقى الفيديو ده ليك. حتى لو حالتك المادية على قدها، هتستفيد لما تعرف البنوك بتقدم ايه للموظفين. بانكير، نبض البنوك. لما البنك الأهلي يقدم قرض بمليون، هتلاقي بنك مصر بيقدم قرض باتنين مليون، وتلاقي بنك القاهرة بأربعة مليون. إحنا بنقول أمثلة طبعاً، بس أمثلة مش بعيدة أبداً عن الحقيقة. في حقيقة بتقول إن البنوك بتتنافس على تقديم القروض الشخصية المقدمة للعملاء، وبتحاول بشتى الطرق إنها تجذب العملاء ليها من خلال نسب فائدة متناقصة مرة ومنخفضة مرة وهكذا. وكمان بتحاول إن مسألة سداد القروض تكون بشكل مريح، بمعنى إنك تسدد على أطول فترة سداد ممكنة. يعني كل اللي عليكم إنك توصلوا للبنك في نص ساعة وتقدموا على القرض اللي انتم محتاجينه. والنهاردة هنتكلم معاكم عن تفاصيل سعر الفائدة المقدمة على القروض الشخصية في خمسة بنوك، هم البنك الأهلي ومصر والإسكندرية والقاهرة والبنك التجاري الدولي. وبالنسبة للقرض الشخصي اللي بيقدمه البنك الأهلي المصري، فده قيمته بتصل ل 3 مليون جنيه، وفترة سداد مريحة جدا بتوصل ل 12 سنة. وكمان القرض ده سعر الفائدة عليه بتتراوح ما بين 22% ل 24% سنويا على أساس متناقص حسب نوع وظيفة العميل. بس علشان تاخد القرض ده لازم يكون سنك بيتراوح ما بين 21 ل 60 سنة عند سداد آخر قسط من القرض. بس علشان تاخد القرض ده لازم يكون دخلك الشهري ما يقلش عن 1000 جنيه. وبالنسبة للقرض الشخصي في بنك مصر، فده قيمته بتوصل ل 3 مليون جنيه، وفترة سداد مريحة جدا كمان، واللي بتوصل ل 15 سنة كحد أقصى. يعني تقدر تسدد القرض ده على سنين أقل من كده عادي. ونفس مقدار نسبة الفائدة في البنك الأهلي هي نفسها نسبة الفائدة في بنك مصر، واللي بتحط نسبة فائدة تتراوح ما بين 22 ل 24% سنويا، وكمان على أساس متناقص حسب نوع الوظيفة. وعلشان تقدم على القرض ده لازم يكون الدخل الشهري الخاص بيك لا يقل عن 1000 جنيه كحد أدنى لموظفين الحكومة، و2000 جنيه لموظفين القطاع الخاص. وفي بنك القاهرة في قرض تقدر تقدم عليه وتستلمه، واللي بتصل قيمته ل 2 مليون جنيه، وفترة السداد بتوصل ل 15 سنة. وبالنسبة لسعر الفائدة فبتكون 22% سنويا على أساس متناقص، بس بشرط إن سن العميل بيتراوح ما بين 21 ل 60 سنة، ولازم الدخل الشهري ما يقلش عن 3000 جنيه كحد أدنى. وبمبلغ قيمته بتصل ل 5 مليون جنيه تقدر تحصل على قرض شخصي من بنك الإسكندرية، واللي بيديك القرض وبعدين بتسدده على 12 سنة، وفترة السداد دي هي الحد الأقصى، يعني تنفع تسدد القرض في فترة أقل من كده. والموضوع ده بيحسمه البنك حسب نوع ووظيفة العميل ودرجة تصنيف الشركة. وفي البنك التجاري الدولي عندك قرض بتصل قيمته ل 3 مليون جنيه، واللي تقدر تسدده على 8 سنين، والفائدة على القرض ده أقل شوية، واللي بتتراوح ما بين 20.75% ل 22.25% سنوياً على أساس متناقص، بس بشرط لازم يكون سن العميل بيتراوح ما بين 21 ل 65 سنة، وما ينفعش دخلك الشهري يقل عن 3000 جنيه كحد أدنى. تحياتي لحضراتكم وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.